قصة حب ولا كل القصص، أبطالها نجم ونجمة من هوليوود، لكن هذه القصة التي نتحدث عنها هنا حقيقية وليست من فيلم رومانسي. أحب بعضهما وقرر الزواج ثم انفصل، لكنهما عادا وتزوج بعد ما يقارب 20 سنة على إلغاء حفل زفافهما الأول. فللحب منطق غريب يسير وفقا لتوقيته الخاص. قصة حب أبهرت الكثيرين، قصة الثنائي الملقب باسم بينيفر، ليجمع الأحرف الأولى من اسم بن والأحرف الأخيرة من اسم جينيفر. الطرف الأول في هذه القصة هي جينيفر لوبيز أو جيلو، ممثلة ومغنية أمريكية من مواليد 24 يوليو 1969 في نيويورك. أما الطرف الثاني فهو بين أفليك، واسمه الأصلي بنجامين جيزا أفليك بولت، ممثل ومخرج وكاتب سيناريو أمريكي من مواليد 15 أغسطس 1972 في كاليفورنيا. القصة تعود إلى عام 2002، التقيا في موقع التصوير، انتفض شيئا في القلب، تحركت المشاعر والأحاسيس، اشتعلت نار الحب. تقول جينيفر إنها حين رأت بن للوهلة الأولى قالت بينها وبين نفسها حسنا هذا هو. تواعد الثنائي لفترة رغم أن جينيفر كانت حينها لا تزال مرتبطة بكريس جاد، لكنها انفصلت عنه سنة 2003. وبعد فترة وجيزة أعلن أفليك ولوبيز عن علاقتهما الرومانسية بشكل علني، وقرر أن يتزوج في سبتمبر 2003. وقبل أيام قليلة من موعد الزفاف أعلن فجأة عن تأجيل الحفلة، ثم انفصل سنة 2004. خبر انفصالهما كان صادماً، وقد وصفت جينيفر ذلك بقولها: ربما يكون أول انكسار كبير لقلبي، شعرت وكأنه قد انتزع من صدري. فما الذي حدث؟ يقال أن الضغوط التي فرضتها وسائل الإعلام على علاقتهما تركت أثراً سلبياً كبيراً عليها، فقد كان يظهران على أغلفة المجلات باستمرار مع متابعة إعلامية وتدخل في تفاصيل حياتهما الشخصية. شعر الثنائي أنهما تحت الحصار لمدة 2 على التوالي، صراحة صعبة شوية. وبعد أن كان فيلمهما الأول جيجلي عرابا لعلاقتهما، شاء القدر أن يكون الفيلم الثاني جيرزي جيرل الذي لعب فيه دور البطولة شاهدا على نهاية هذه العلاقة. فقد عرض الفيلم في مارس 2004، أي بعد 2 شهر من انفصالهما. في ذلك الوقت أشار كيفن سميث كاتب ومخرج العمل إلى أنه هو من أطلق لقب بينيفر على قصتهما، وكان ذلك أثناء إنتاج الفيلم. بعد انفصالها عن أفليك تزوجت جيلو من الممثل والمغني مارك أنتوني الذي رزقت منه بتوأم ماكس وإيمي، وانفصل الزوجان عن بعضهما سنة 2011، ثم تطلق رسمياً سنة 2014. وعام 2019 أعلنت خطوبتها بشكل رسمي من لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، لكن الثنائي انفصل عن بعضهما أيضاً قبل أن يتزوجا. بدوره لم يبق بن عازباً يبكي على الأطلال، فقد تزوج من جينيفر غارنر، المهم بقى في جينيفر، ورزق منها بثلاثة أطفال وهم فيوليت، سيرافينا وسامويل، لكنه انفصل عنها سنة 2015 بعد 10 سنوات من الزواج. كما دخل في علاقة مع الممثلة أنا دي أرماس وانفصل عنها في أوائل سنة 2021. وهنا عاد كيوبيد كي يتدخل من جديد في حياة بن وجينيفر. فبعد أن تحرر من الارتباطات العاطفية الأخرى، استيقظ الحب القديم وعاد إلى الواجهة، وكأنه يقول لهما: أنا هو الأساس، أنا القدر وشرارة العشق التي لن تنطفئ،
مهما حاولتما معاكستي أو الفرار والدخول في علاقات أخرى. فسنة 2021 أعلن رسمياً عن علاقتهما، ثم تزوج في يوليو 2022 بعد 20 سنة من اللقاء الأول. وكتبت جينيفر على صفحتها الرسمية: لقد فعلناها، الحب جميل، الحب طيب، واتضح أن الحب صبور صبور لعشرين سنة.